الحدائق الزجاجيه او التيراريوم اجمل الحاجات واحد ممكن يعملها عنده في المنزل، ومش بس بتحافظ على النباتات لفتره طويله بصحه كويسه، لا كمان خلينا بنحس بشعور ان احنا موجودين في غابه حقيقيه بس مصغره. لكن دايما السؤال ابتدي ازاي؟ مفيش حاجه صعبه. التيراريوم ده عمره 6 شهور والنباتات في صحه جيده جدا جدا. النهارده هقول لكم طريقه عمل تيراريوم السرخسيات في 5 خطوات سهله جدا، كمان هقول لكم على المكونات اللي هنحتاجها لعمل التيراريوم او الحديقه الزجاجيه للسرخسيات، وهحط لكم رابط الشراء بتاع المكونات في صندوق الوصف تحت الفيديو. فمن غير تاخير اكتر من كده يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا جمعنا الحاجات اللي هنستخدمها في التيراريوم النهاردة. طبقة الهيدروكلاي اول حاجة، طبقة الهيدروكلاي طبقة تحت بيسموها فولس لاير او طبقة كاذبة يتجمع فيها المية الزيادة. ده حصى صغير اللي بيستخدم مع العصريات او نباتات البونزاي، برضو المسامة بتاعته واسعة. ده انا بستخدمه ميكس مع الهيدروكلاي او كمان بستخدمه ميكس مع التربة كده. في الاسفاجنم موس، دي طحالب الاسفاجنم موس، دي الفايدة بتاعتها ان هي بتحتفظ بالرطوبة فيها بعد ما بننقعها في المية، بتحتفظ بالرطوبة لفترة كبيرة. دي بنلف فيها الجذور بتاعت النباتات بحيث ان هي تبتدي تحافظ على الترطيب بتاع النبتة لفترة طويلة والنبتة ما تجفش مننا. لحاء الاشجار اللي منع عنه اللي بيستخدم في الاوركيد، هو مفروم فرم ناعم شوية مش كبير، ده برضو هنستخدمه مع خلط مع التربة عشان يوسع المسام ويخلي التربة مسامية ما تحبس المية بتاعتها. الحصى العريضة انا جايبه هنا للزينة، ممكن نستخدمه للزينة. نفس الكلام، دي انواع من الطحالب المجففة درايد موس مختلفة، برضو استخدامها للزينة ما بتحبس مية زي الاسفاجنم موس. دي التربة بتاعتنا اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، هي بتبقى عبارة عن خليط من البرلايت والبيت موس، الكوكوبيت، اللحاء الاخشاب واسفاجنم موس. ده الفحم، الفحم النشط ده هنفتح الكيس ونشوفه، هو فحم عادي. ده بيستخدم في احواض الاسماك او احواض الطيور او الحيوانات الاليفة عشان تمتص الروائح. فايدته هنا نفس الكلام، ان هو هيمتص اي بكتيريا واي روائح موجودة في الحوض بتاعتنا، وهنعرف الترتيب بتاعه يتحط ازاي. دي قطعة قماش زي الشبك بالظبط، اعتقد هي اسمها التل. دي برضو نوع من انواع الاشجار بتباع في محلات الاسماك غالبا عشان بتحط في احواض الاسماك. والجزء اللي اتكلمنا عليه قبل كده او الحاجه اللي اتكلمناها قبل كده هو البروبيوتيك، ده منشط للتربه بيخلي التربه حيويه، يعني فيها بكتيريا نافعه بحيث ان هو يسرع عمليه تنشيط التربه. الحوض اللي انا هستخدمه النهارده ده حوض زجاجي بيباع في ايكيا. طيب نقول بسم الله ونبتدي مع بعض. اول طبقه هنحطها هي طبقه الهيدرو كلاي، واحنا قلنا ليه فايدتها، فايدتها ان هي بتعمل نوع من انواع الحفاظ على المية الزيادة اللي بتقع من السقي، بتبقى فيها بتحافظ عليها بحيث ان هي ما تخليش التربة يحصل فيها عملية تعفن. قلنا هنحط عليها جزء من الحصى الصغير، مش طبقة كتيرة، حاجة بسيطة. دي تاني حاجة. بعد كده هنحط قماش التل اللي احنا قلنا عليه فايدته ايه، ان هو بيعمل طبقة عزلة ما بين المية اللي هتتجمع هنا من مية السقي وما بين التربة اللي هنحطها بعد كده. هنقص دي عشان تغطي مساحة الحوض بتاعنا. طيب كده احنا حطينا قماش التل او طبقة قماش التل، دي اللي الطبقة العازلة اللي ما بين التربة اللي تحت اللي هي هتجمع فيها المية الزيادة وما بين التربة اللي هيتزرع فيها النباتات. فوقيها ايه بعد كده؟ هنحط فيها الفحم النشط اللي احنا قلنا ان هو بيجي من محلات بيع الاسماك الزينة او الحيوانات الاليفة، بيبقى موجود فيها، ممكن بيتباع في اكياس مفتوحة او بيتباع في اكياس نايلون زي كده. احنا هنفتحه عشان احنا محتاجينه يكون بره الكيس. قلنا الفحم فايدته ايه، الميه بعد ما نحط التربه بتاعتنا ونسقيها، الميه هتبتدي الميه الزياده هتنزل من التربه بتاعتنا تعدي على الفحم الاول، هيمتص منها اي بكتيريا او ميكروبات او اي روائح، بعد كده تنزل الميه
عن طريق القماش اللي هو فاصل ما بين الهيدروكلي اللي تحت اللي هتجمع فيها الطبقة، فتنزل المية تحت نظيفة ما يحصلش فيها أي عملية تعفن. بعد كده هنحط التربة بتاعتنا، ادي التربة اهي. احنا اتفقنا ان التربة دي عبارة عن خليط ما بين البرلايت والكوكوبيت والسفاجنم موس ولحاء الاشجار، لحاء الخشب، وكلهم مفرومين مع بعض بحيث ان هم يعملوا لي مسام كبيرة بحيث ان النبات ما يحصلش فيه عملية تعفن للجذور. ممكن لحاء الأشجار نستخدم منه جزء بسيط، ده بيحافظ على رطوبة التربة. ناخد اللي هو المفروم فرم ناعم ده، دي اللي هو الخشب المتحجر البروبيوتيك اللي احنا قلنا عليها اللي هي بتنشط التربة شوية، بيبقى فيها نوع من انواع البكتيريا النافعه. ما بنحطش كتير، بنحط كميه قليله. برش رش خفيف جدا. خلونا نجرب حاجه، وهي ان انا هرش البروبيوتيك دي على جذع الشجره بحيث ان انا اشوف هل لو انا الجذع الشجره دوت جه عليه البروبيوتيك هينمو عليه طحالب ولا لا. خليني نجربها مع بعض، بس قبل ما اعمل كده هرش شوية مية على الجذع الشجرة بحيث ان هو يقدر يمسك البروبيوتيك دي. وبعد كده هنحط عليها جزء على الفرع ده، جزء من البروبيوتيك. خلينا نشوف ايه انواع النباتات اللي هنحطها فيها مع بعض. شايفين مين جه يتفرج علينا واحنا شغالين؟ بندوق. هو فضولي جدا على فكرة، وكل ما نيجي نعمل حاجة لازم يجي يقعد يتفرج علينا كده، ويحب يلعب في الحاجات بصراحة، يقعد يكتشف، يحب يكتشف. الجزء اللي جاي هو ترتيب النباتات داخل الحوض الزجاجي بتاعنا. طبعا انا عندي مجموعة من السرخسيات كانت موجودة اوريدي عندي، هستفيد بيها واستخدمها في الحوض. ترتيب الاحواض يفضل تبتدي بالنباتات الطويلة الأول، النباتات العالية، وهي تبقى في الباك جراوند أو في الخلفية بتاعة الحوض، وبعد كده تبتدي بالنباتات الأقصر تبقى قدام. ده أطول نبات، برضو نوع من أنواع السرخسيات. أنا المفروض إن أنا شلت أكبر جزء من التربة منه، وبقي بس بعض الجذور. أنا عايز أستخدمه بحيث إن هو يجي من ورا هنا، من ورا الفرع الشجرة، ويبتدي الأوراق بتاعته تبقى نازلة من هنا. حط له الاول جزء من السفاجنم موس حوالين الجذور تساعده في عمليه التثبيت كده. تاني نبات هناخده برضو هيبقى من انواع السرخسيات اللي هو ده، هو سرخس رجل الارنب، يعني هيبقى محطوط في الجنب دول. بس نفس الكلام هنعمل له بطانة من سفاجنم موس. انا هلف حواليه كده سفاجنم موس وطحالب السفاجنم. ده نوع من النباتات اللي هي تستخدم لتغطية التربة في بعض الأحواض الزراعية، هي اسمها كاليسيا، بس مش الكلاثية اللي احنا عارفينها، لا ده نوع تاني.
غالبا هنكتفي كده بالزراعه، احنا غطينا اكبر جزء ممكن. اللي ممكن ان بس نحط شويه اخشاب اللي هي لحاء الخشب. احنا كده تقريبا خلصنا اخر خطوه اللي احنا هنرش ميه عشان نسقي النبات بتاعنا. انا هضيف جهاز صغير عشان يقيس الرطوبة ودرجة الحرارة، بس اهم حاجة بالنسبة لنا هي الرطوبة. هنضف الازاز عشان تقدروا تشوفوا الصورة واضحة. تمام، نقفل عليه. الصورة النهائية بتاعته احنا اشتغلناه وعملناه مع بعض. انا حطيت عليه مصباح ليد 40 واط ابيض، اضاءة كافية. السرخسيات بتحب الاضاءة القوية وفي نفس الوقت بتحب الرطوبة، فالتراريوم هيحافظ على الرطوبة الموجودة داخل التراريوم مع الاضاءة القوية. ان شاء الله يبقى فيه نموات جديدة وجميلة. اتمنى انه يكون عجبكم. هو متواضع شوية. الهدف من الفيديو دوت ان تعرفوا المبادئ الاساسية في اختيار الكومبوننت او المواد اللي بتستخدم في عمل التراريوم من مكونات التربة والطبقات وترتيبها. فاتمنى اكون افدتكم النهاردة في فن بناء التراريومز او الحدائق الزجاجية. وطبعا كالعادة لو في اي اسئلة مستني اسئلتكم على الرسائل. وشكرا جزيلا، مع السلامة.